بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 13. في ناس ماشية معانا بتحفظ آية بآية فهيحفظوا السفر كله، وده شيء مفرح، يعني يبقوا شاطرين قوي لو حفظوا إصحاحات كاملة، لأن حفظ الأمثال زي حفظ المزامير، أمثال كلها حكمة، فآية واحدة ممكن تظبط سلوكك وتفرق معك طول العمر. احنا خدنا آخر آيتين، فقر وهوان لمن يرفض التأديب ومن يلاحظ التوبيخ يكرم، الشهوة الحاصلة تلذ النفس، أما كراهة الجهال فهي الحيدان عن الشر. وقلنا أن كلمة شهوة مش بالضرورة تبقى حاجة وحشة، لأن الأبرار لهم شهواتهم المقدسة، وقلنا أن في شهوة مثلا الصلاة، في شهوة الخدمة، في شهوة السمع، في شهوة الاستشهاد. فالشهوة معناها الميل الداخلي الشديد، دي ممكن يبقى ميل مقدس، عشان كده الكتاب يقول الجسد يشتهي ضد الروح، وإيه والروح كمان يشتهي ضد الجسم. عدد 20، المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. المساير الحكماء يعني اللي ماشي مع الحكمة يصير حكيما، وبالمقابل يعني في الناحية العكسية رفيق الجهال يضر. الآية دي بتأكد مفهوم التأثر بالعشرة، مش ممكن صديق يمشي مع أصدقاء سوء وما يطلعش سيء بعد كده، مش ممكن، ولا إنسان يعيش في جو كله بر وما ياخدش من برهم، طبيعي لازم هيتأثر. وعشان كده من أسهل طرق علاج الإنسان لنفسه أنه يغير البيئة أو المجال اللي هو عايش فيه. يعني الابن الضال الظروف ساعدته أنه يسيب أصدقاء السوء، لأن هم نفسهم رموه لما لقوه في طقر، فدي ساعدته. طول ما كان مع أصدقاء السوء لا فكر في أبوه ولا فكر في التوبة ولا ندم، لكن أول ما ترمى ما بقاش حواليه غير شوية خنازير، رجع لنفسه وفاق. والمساير الحكماء يصير حكيما، دي بقى رسالة لنا كلنا، ابحث عن الحكماء، ابحث عنهم وسير معاهم، عاشرهم بأي درجة، الزق لهم بأي درجة. ليه؟ لأنك هتاخد من حكمتهم. التلمذة على الآباء الروحيين، الدخول في مجموعات خدمة فيها ناس خدام أفاضل صادقين بيحبوا ربنا وبيحبوا الفقراء، أنت بتاخد من طباعهم وأخلاقهم. شوية شوية هتلاقي نفسك اتعلمت الهدوء، اتعلمت الصلاة، اتعلمت الحكمة، اتعلمت الاحترام، حاجة ناقصاك هتاخدها. المساير الحكماء يصير حكيما. إذن في تأثر وتأثير شديد من الجو المحيط بنا، عشان كده في جوانب التربية اهتموا جدا بأصدقاء أولادكم بدري، لأنه أصدقاء الأولاد والبنات لهم تأثير عالي جدا في الزمن ده، وساعات يتفوق للأسف على تأثير البيت. توصل لكده إن ممكن اللي أنت زرعته من مبادئ يجي صديق شرير يخلعه. يبقى أنت زرعت في ابنك مثلا الصدق، إنه لا يمكن يكذب، وهو متربي على كده، وبعدين في 10 سنين بقى صاحبه ولد بيكذب وعمال يشجعه على الكذب، تفاجأ إن ابنك بقى يكذب. طب جاب الكذب منين؟ لا أبوه ولا أمه بيكذبوا، ولا أنتوا يعني بتشجعوا الكذب بأي درجة. صديق دخل حياته فعلمه الكذب. بنت تبقى مؤدبة جدا وبعدين تدخل جامعة، ونفاجأ أن أصحابها في الجامعة علموها حاجات ما تطلعش من بيتها خالص. إيه اللي جرى؟ الأصحاب، البنات، التأثير. والعكس بقى، ممكن يبقى شاب مش مرتبط بالكنيسة، مش متدين كفاية، وبعدين ربنا يحاوطه بمجموعة أصدقاء روحيين يصيروا حكيما، تلاقي تعود على الكنيسة معاهم وحب الخدمة منهم ودخل في الجو وبقى سابقهم كمان. اهتموا جدا،
أكتر ما بتهتم. وفي ناس بتهتم أوي إنها تصرف على عيالها في التعليم من غير ما يبصوا المجتمع، المدرسة أو الكلية اللي بيحطوهم فيه، وهو التعليم ده هيدخل السماء. في ناس بتصرف مئات الآلاف على التعليم، وده كويس، بس حاسبه التعليم لوحده كعلم ما يدخلش الناس، العيال السماء. في ناس بتبعت عيالها تدرس بره، طب انت عارف ودتهم فين؟ عايشين مع مين؟ مين اللي بيملى دماغهم ودانهم طول الوقت؟ ايه الافكار اللي بيتعرضوا لها؟ وهل هم اقوياء عشان يصدوا ده كله؟ وهل لو غلطوا انت هتدرى؟ ما انت قاعد في بلد وهم في بلد. وهل ده كان سن مناسب 16 17 سنة يبعدوا عن اهلهم بدري كده؟ وتلاقي الناس بتفتخر انها بتعلم عيالها بره مصر. طب والنتيجة ايه؟ يا ترى ايه الخبرات اللي شافوها؟ ممكن يتلخبطوا، وممكن يرجعوا بأفكار إلحاد، وممكن يرجعوا بعلاقات مش نقية، وممكن يستبيحوا أمور لا يمكن كانوا يستبيحوها لو كانوا هنا. فبلاش الانبهار والسبق الغريب بتاع مين يصرف على عياله أكتر في التعليم. طبعا التعليم حاجة مهم وكويس نهتم بيها ويبقى لها أولوية، بس التعليم الروحي أهم. التعليم الروحي أخطر، لأن التعليم بتاع الدنيا ما بيدخلش السماء. والتعليم العلوم الدنيا عموما النهاردة بتميل إلى الإلحاد. العلم عموما ما يعرفش دين، وفي عيال بتنبهر بالعلم والعلماء لدرجة أنهم يبصوا للمتدينين بصة أن دول متخلفين، دول بقى اللي ما بيفهموش فبيتلزقوا في الدين. هذا كلام مش مظبوط، لأنه كتير من علماء الكنيسة القديسين كانوا علماء بجد، ما كانوش علماء يعني سطحيين ولا حاجة. وفي قديسين معاصرين موجودين، أساتذة جامعة وناس واصلين إلى درجات علمية عالية، بس خوف الله في قلبهم وفي تقوى حقيقية في حياتهم. لكن للأسف الشيطان بيركز بقى أن اللي يعرف في العلم قوي ملوش بقى في ربنا خالص، والفكرة دي للأسف مالية الدنيا وبيسوقها الشيطان. المسير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. اهتموا يا أحبائي أن أنتوا تلتقوا بحكماء بأي درجة أكتر وأهم من أي فسحة ومن أي مجال نقعد نحكي وناكل ونشرب ونضحك وبعدين خدت إيه من القعدة دي كلها؟ وقعت عليك بخسارة يعني. الشر يتبع الخاطئين والصديقون يجازون خيرا. يعني بصوا، الشر هيفضل مع الخاطي والخير هيفضل مع الصالح. الإنسان الخاطي يتوقع من الأيام إيه؟ زي ما بيعمل شر هيلاقي شر، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فالشر يتبع الخاطئين. واحد كذاب طول عمره تفتكر مش هيلاقي اللي يكذب عليه ويضحك عليه؟ لازم. واحد بيأذي الناس مش هيلاقي في يوم من الأيام اللي يأذيه أو يأذي بيته؟ ما هو بدأ بالأذية. والصديقون يجازون خيرا. الإنسان الصديق الصالح اللي بيخاف ربنا ويحب الناس ويعمل خير هيلاقي الخير يجيله من غير ما يسعاله، يجازى خيرا طبعا في السماء قبل الأرض. الصالح يورث بني البنين. يعني أحد بركات الصلاح، ودي بالذات في العهد القديم مهم، إنك تشوف عيال عيالك. لأنه احنا كنا قلنا قبل كده العهد القديم في وعد بالأبدية بس مش واضح في ذهنهم، هم مبتدئين فبيمشوا مع ربنا زي الأطفال بهدايا عينية، عاوزين يشوفوا حاجة بعينيهم. فربنا يقول لهم هديكوا عمر، خليكوا ماشيين كويس هديكوا العمر، وديكوا أرض، هديكوا خير في العيال، هديكوا خلفة يعني عيال كتير. عشان كده العاقر كانت تعتبر نفسها مرفوضة أو ملعونة. فيبقى خير الأرض على البهائم على الزرع على العيال على العمر، آدي البركة، آدي مفهومة. طبعا في العهد الجديد كل ده خلاص بقى، احنا بقى عندنا بركة أكبر كتير قوي من ده كل الحياة الأبدية. فما بقتش فرق نتجوز أو ما نتجوزش، نجيب عيال أو ما نجيبش عيال، نعيش أغنية نعيش فقراء، لا، في حاجة أغلى وأهم مش هنتنازل عنها، هي السم. لكن هنا الصالح يورث بني البنين معناه أن يشوف عيال عياله، يشوف عيال عياله. فطبعا دي حاجة كبيرة أنه ربنا يفرحه مش بأولاده، بأولاد أولاده كمان.
حتى في التلمذة الروحية، ما هو البنوة مش بنوة جسدية بس، الأب الروحي بيشوف أولاده وأولاد أولاده. يعني ممكن تسمع واحد يقول لك الكاهن ده تلميذ الكاهن الفلاني تلميذ البابا كيرولوس. طب ده حاجة جميلة، ده البابا كيرولوس مطلع أحفاد دلوقتي، يبقى إيه في بني البنين واخدين نفس الصلاة الدائمة والتواضع والتقوى والسمات الحلوة دي، مورثهم فضائل، مورث مش بس أولاده أولاد أولاده، اتنقلت الفضيلة من جيل لجيل وهكذا. وثروة الخاطئ تزخر للصديق، يعني إيه؟ يعني زي ما تقول الخاطئ يفضل يحوش وبعدين التحويشة دي في الآخر تروح للناس المبروكين، لأن ملهاش دوام عند الأشرار، فيعني يقعدوا يتعبوا ويتخانقوا ويهروا وبعدين ربنا بيكافئ الأبرار بطريقته. في حرث الفقراء حرث الأرض طعام كثير، ويوجد هالك من عدم الحق. المعنى ده اتقال كذا مرة بس كل مرة بطريقة جديدة. يعني المجتهد تاني اللي بيتعب بإيده حتى لو غلبان يلاقي خير، يلاقي بركة. مش مهم تبقى غني ولا فقير، مهم تبقى أمين ومجتهد، تبقى إنسان صالح ومجتهد، ففي بركة هتجيلك. في حرث الفقراء طعام كثير، يعني الفقير اللي بيحرط الأرض هو لسه فقير بس جايله طعام كتير، الأرض بترد عليه لأنه إنسان فقير لكن طيب وأمين. ويوجد هالك من عدم الحق، العكس بقى، الإنسان اللي ما عندوش حق في حياته ده بيهلك. برضو الآية دي مهمة ليه؟ النهاردة أحبائي موضوع الحقيقة، الحق في الكتاب دايما مقصود به الحقيقة، مش بس العدل، لا، الحقيقة في المعنى الفلسفي بتاعها أو المجرد. الشيطان اسمه كذاب وأبو الكذاب، والمسيح له المجد قال أنا هو الحق، فبين المسيح وبين الشيطان أدي الحقيقة وأدي الكذبة، والشيطان بيطلق أكاذيب ويدعي أنها الحقيقة. يعني مثلا لما يقولوا الإنسان أصله حيوان، النهاردة في ملايين من البشر مبسوطين من الفكرة دي، عرفش مبسوطين ليه يعني، لكن أهو عجباهم وبينادوا بيها وبيبشروا بيها، الإنسان أصله حيوان، دي كذبة، بس هي النهاردة بتعامل معاملة الحقيقة. إنما الحقيقة اللي في الإنجيل إيه؟ الإنسان أصله ربنا، الإنسان خلق على صورة الله ومثاله. في حقيقة، في كذبة تاني الشيطان يقول مفيش حاجة بعد الموت. أنا تفاجأوا أنه تقريبا نص العالم دلوقتي بيعتقد اللي اعتقد، أن الإنسان يتحلل وما فيش حاجة اسمها روح ولا حياة أبدية ولا حاجة، خلصت القصة على كده. طب يا جماعة حتى بالعقل دي تبقى قصة ملهاش معنى، طب عاش ليه أساسا إذا كان هيخلص وينتهي كده؟ يعني دي قصة سخيفة حتى. إنما كذبة تعامل معاملة الحقيقة، طبعا دي بتخلي الناس لا عاوزة تعرف ربنا ولا المسيح ولا تمشي وراء إنجيل ولا حاجة، خلاص بقى فلنأكل ونشرب إيه لأننا غدا نموت. هنا في إعلان واضح قوي بيقول يوجد هالك من عدم الحق، يعني من غير الحق هلاك. اللي بيمشي وراء كذبة ويتصور أنها الحقيقة بيهلك نفسه. زي بتطلع مثلا بدعة، الشيطان يقول ممكن كل واحد بأخلاقه ينال حياة أبدية على قد أخلاقه. مين قال كده؟ ده الشيطان. طب المسيح قال إيه؟ المسيح قال ما فيش طريق غير المسيح، من لا يؤمن بالابن ليست له الحياة. الملكوت اسمه ملكوت الابن، يعني المسيح جه تجسد ومات كي لا يهلك إيه؟ كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. من له الابن له الحياة، من ليس له ابن الله ليست له الحياة. دي الحقيقة. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد لا يؤمن به فيهلك، بأكثر من صيغة جت يعني، أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا به. لكن الكذبة اللي ماشية إيه؟ لا، في سكك كتير للسم. يعني إما الشيطان يخلي الناس يقول ما فيش حياة أبدية،
أو يقول لهم في كذا سكة للحياة الأبدية، فكل واحد يختار السكة اللي هو عاوز، دي كذبة ودي كذبة. لكن الحقيقة إن في حياة أبدية، والحياة الأبدية هي في ابنه، دي آية، الحياة الأبدية في ابنه، خاصة بالابن، مصدر الحياة. من غير المسيح ما فيش حياة. من يأكلني يحيا بي، من يأكل جسدي يشرب دمي أعطيه حياة أبدية. طب ده دي الحقيقة، ويقول الحق الحق، يعني هذا هو الحق. طب مش هيعجب الناس، هل عشان مش عاجب الناس يبقى غلط؟ طب ما في حاجات كتيرة ما بتعجبش الناس، بس صح. الناس على رأي القديس يوحنا يقول أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شرير. يعني النور باين على فكر، والحقيقة واضحة ومقنعة، لكن ليه الناس مش عاوزة تمشي في الحقيقة؟ أصل الحياة تخليهم يختشوا وما يغلطوش، وهم عاوزين يغلطوا، خلاص بلاش الحقيقة، نطلع كذبة ونقول هي الحقيقة وهكذا. حقيقة الأسرار، هل هو جسد ودم حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي، بدليل أن المسيح دافع عنه بشدة، ودليل القديس بولس قال اللي هياكل بدون استحقاق يبقى مجرم في جسد الرب ودمه، وقال هياخد دينونة لنفسه، اللي مش هيميز أنه جسد حقيقي. طيب والكذبة اللي ماشية؟ لا، ده مجاز لمصلحة مين بقى؟ ما هو كده الحقيقة اتعوجت، ما بقتش حقيقة. فهنا لازم نبقى فاهمين أنه لما بندافع عن العقيدة ما هوش تعصب، لما بنعلن الحق ما هوش يعني دماغ ناشفة، لا خالص، لأن احنا مسؤولين عن إعلان الحق. الكنيسة عمود الحق وقاعدته، يعني تعلن الحقيقة للكل، لمن يقبل ومن لا يقبل. في المقابل في ناس ما بيعجبهاش الحقيقة، بتمشي وراء حقيقة مصطنعة زي بضاعة مضروبة في السوق كده، وياما اتخدعنا في حاجات تلاقيها ايه شكلها حاجة معينة وتطلع غير الأصل خالص. فهنا يقول يوجد هالك من عدم الحق، هناك من يهلك بسبب عدم الحق، زي التعبير اللي قاله هوشع، هلك شعبي من عدم المعرفة، لأن المعرفة المقصود بها إيه؟ تشرح للناس الحق، تشاور على المسيح الحق، تعرف الناس حقيقة هذه الحياة وحقيقة الخلق والسقوط والفداء والأبدية وهكذا. من يمنع عصاه يمقت ابنه، الآية دي غريبة شوية ومهم، ومن أحبه يطلب له التأديب. من يمنع عصا يمقت ابنه، كان ممكن الواحد يقول إيه، من يمنع عصا يضبط نفسه، أو من يمنع عصا عن ابنه بيحب ابنه، طلعت العكس، من يمنع عصا عن ولده يعني يمقت ابنه. غريبة أوي، في واحد بيمقت ابنه؟ لا، أي أب بيحب ابنه، لكن مقصود بيها لو منعت التأديب عن ابنك، العصا هنا مش بالحرف، لو ما ربيتش ابنك ونشفت عليه شوية وشديت عليه في لحظة أنت بتأذيه، وكأنك تمقته لأنك هتأذيه. تصوروا ولد طفل صغير سمعوه بيشتم، فتلاقي الكبار بدل ما يوبخوه يضحكوا. طب أنت بتضحك عشان ابنك بيشتم؟ فين العصاية؟ مش لازم عصاية بالحرف خالص، لكن فين موقفك الشديد عشان ما يمشيش في الشتيمة؟ طب هيجي اليوم اللي هيشتمك، طبعا أنت تمقته لأنك لم تؤدبه، ما عملتش دورك كأب صح، كان لازم في لحظة تشد. ولد ابتدى يهمل في حياته الروحية وهو طفل لسه، بنعوده على القداس وعلى الألحان وعلى المزامير، ليه تسيبه يتدلع؟ ما تشد عليه، بكرة هيعرف الشدة دي نفعته قد إيه، لأنك خليته يتعلم ألحان كتير، خليته يحب الكنيسة، خليته يصحى بدري، شديت عليه، ضغطت عليه، اضغطه شوي بالذات في العشر سنين الأولى، فيطلع الطفل خلاص مرتبط بالكنيسة وبيحبها، دي جت بالضغط. طب ومال الضغط ده كان مفيد؟ ما هوش ضغط بمعنى القسوة، يعني انت ما انتوا بتضغطوا على عيالكم عشان يذاكروا، بتضغطوا عليهم عشان ياكلوا، طب مش بالأولى نضغط عليهم يصلوا ويقروا الإنجيل ويخافوا من الخطية ويبقى لهم أب اعتراف؟ هيجي وقت مش هتعرف تضغط،
ممنوع الضغط خلاص. فالحق في الوقت اللي في ايدك تعمل دور شديد شويه اعمله. طبعا ما ينفعش تبقى شديد على طول، ولا ينفع تدلع على طول. خليك زي ربنا، ربنا له كل المجد حين يؤدب، يؤدب بالحب ويؤدب بالشدة. عشان كده يقول القديس بولس: أدبوهم بتأديب الرب وإنذاره. ربنا ينذر قبل ما يأدب، يعني قايل لنا إنذارات، حاسبه من كذا، ويسمعك الإنذار كذا مرة، وبعدين لما تسوق فيها ممكن تلاقي شدة ودن بقى، تلاقي تجربة جديدة تفوقك، تلاقي علقة كده دخلت حياتك تقول أنا أستاهل، وأنا ما كنتش جاي بالذوق كمان، معاه حق بصراحة، أنا كنت ماشي في سكة غلط. طب كويس، يبقى العصاية نفعتك، ربنا بيستخدم العصاية عشان ما تهلكش. ولو استخدم العصاية بالمعنى المجازي يعني مع أولاده بيبقى قلبه وجعه، زي أي أب بيأدب عياله بيبقى قلبه وجعه، ما بيبقاش فرحان يعني، لأنه في كل ضيقة هم تضايق. بس ساعات تبقى ضروري منها الشدة، ضرورية يا أحبائي. إحنا داخلين على زمن الناس بتفتخر أنها بتعمل لعيالها كل حاجة. أنا شايف الافتخار ده، دي حاجة مخجلة، مش حاجة يفتخروا بيها. يعني مين اللي بيمشي البيت دلوقتي؟ الطفل أبو 4 5 سنين ولا 10 سنين تعمل له كل حاجة؟ يعني إيه ما تقول له لأ شوية؟ ما في حاجات غلط لازم يتقال له فيها لأ؟ ما في حاجات فيها أنانية أو طمع أو دلع؟ ليه بتمشي وراه؟ ليه بتمنع عصاك عن ابنك؟ تلاقيه يقول لك أصل أنا كنت محروم فأنا مش عاوز أحرمه من حاجة. أيوة بس أنت لما اتحرمت طلعت ناجح أهو ومكافح، ما طلعتش معقد وبتكره الدنيا ولا حاجة. فحتى لو مجازا هقول أن أنت اتأدبت في بيت أبوك زمان تأديب شديد مش عاوز تعمل زيه، لكن ما تلغيش البند خالص. يا جزء القدام بتوع زمان ما كانوش يعرفوا يدلعوا، دلوقتي ما بيعملوش حاجة غير الدلع، فده غلط وده غلط. الشدة مطلوبة والحنية مطلوبة والتوازن ده مطلوب، لأن ربنا حنين. لكن في وقت بيشد مع تلاميذه كان يقعد معاهم ويحكم معاهم ويديهم مواهب، إنما في وقت كان يديهم كلمتين في العظم ويشد عليهم ويوبخهم، لأنه عاوز في الآخر يطلعوا مؤدبين، مؤدبين بالتعبير الروحي يعني مقدسين مليانين كل حاجة صح. من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحب يطلب له التأديب. دي برضو بتتقال لأباء الاعتراف على فكرة. ليه؟ أب الاعتراف دوره الأساسي يقدم حل الغفران، أنت جاي شايل الخطايا وبتعترف بصدق وبتقدم توبة فبتاخد الحل بالغفران. لكن أحيانا يديك معاه تأديب، يقول لك وقف خدمتك شوية، أو يقول لك ما تعملش كذا تاني، أو زود كذا، يكون في نوع من التأديب. لو زعلت من أبوك الروحي تبقى أنت أساسا مش فاهم، أنت عاوز تروح السماء ولا عاوز تدلع في الدنيا؟ ما تسمع كلامه، ما الدكتور بيكتب لك على دواء غالي أو دواء مر، وفي الحالتين بتدفع وبتاخد الدواء. ايه يعني لما ابونا يشد عليك شوية، لما يوبخك شوية، لما يوقفك شوية؟ التأديب مصلح، التأديب بيبقى مصلح، لانه لما بيشد عليك انت هتخاف تغلط بعد كده. وحتى لو زعلت في لحظة ضعف هترجع تقول ابويا بيحبني فخايف علي فبيعمل كده من خوفه علي. طب هو لو لا يعني خلاص قول الكلمتين وخلاص. لكن الأب الروحي محدش يزعل منه لما يعاتب أولاده. وساعات يبقى في تأديب بالجملة كده، تأديب في الوعظ، يعني أبونا تلاقوه مثلا يوبخ الناس على خطية عامة، فالناس تطلع تقول ماله أبونا عمال يخبط فينا ليه؟ يخبط فينا هو يعني مزاجه مش رايق مثلا؟ لا، هو شايف في غلطة خطر على الكل، زي الإدانة، زي قلة الاحتشام، زي احيانا الكذب او الرياء، دي خطايا عامه بتتكرر. طب ما لازم الكهنه يعلق. ومن يمنع عصاه يمقت ابنه، ولكن من يحبه يطلب له التاديب. الصديق ياكل لشبع نفسه، اما بطن الاشرار فيحتاج. يعني ايه؟
الإنسان الصديق اللي بيجاهد يأكل لقمة هنية، يعني يأكل لقمة ونفسيته مرتاح. إنما الإنسان الشرير جعان، هنا جعان مش ضروري جعان أكل، لكن ما بيشبعش أبدا، ما تلاقيش في حياته شبع، ما تلاقيش رضا، ما تلاقيش سلام حتى لو في أكل كتير. في واحد يبقى الأكلة قليلة وعلى القد، بس هو نفسيته شبعان وفرحان بنعمة ربه. فالصديق يأكل لشبع نفسه، عشان كده ما قالش الشبع جسده على فكرة لو تاخدوا بالكم، يعني هو مش عايش كإنسان جزداني. في واحد همه الأكلة نفسها، في واحد مخه في ربنا وفي الخدمة وفي السماء ولازم يأكل، طيب خلاص يأكل، لكن بيشبع نفسيا بيشبع روحيا. أما الشرير اللي حياته الجسديات فيظل يحتاج دائما. إصحاح 14: حكمة المرأة تبني بيته والحماقة تهدمه بيدها. دي بقى عاوزة مؤتمر لوحدها، لأنه ملخص لنا كده الزواج أو الزوجة بالذات اللي تبني بيتها هي الزوجة الحكيمة. دي هيفرد لها آخر إصحاح في الأمثال، لكن هو لخصها في آية: الست الحكيمة تبني بيتها، والست اللي فيها حماقة تهدم بيتها. تعالوا بقى نقول نقط كثيرة تحت كلمة حكمة الزوجة. هنا هي هنا بيتكلم عن المرأة كزوجة، هنا بيتكلم عن بيتها كزوجة وأم. يعني مثلا حكمة تميز ستات مش كتير هي حكمة الكلام بحساب. من الحماقة إن المرأة تتكلم بدون حساب. ولو فكرتوا يا ستات هتلاقوا كتير قوي من المشاكل جمل طلعت ما كانش ليها لازم، أو أخبار تناقلناها ما كانش ليها لازم، أو كلام فارغ أو كلام فاضي اتقلب علينا، أو يعني مشينا مع كلام غير لائق. مجرد حكمة إنه المرأة تطلع الكلمة محسوبة، دي حكمة. المرأة الحكيمة ما تطلعش حكاويها بره. يعني تصوروا زوجة مثلا جوزها زعق فيها مرة، تروح تحكي لمامتها، فمامتها تحكي لجوزها، وبعدين جوزها يحكي لإخواته، وتلاقي العيلة كلها بقت ضد العريس ده، وبعدين العريس يصالح مراته، إنما العيلة كلها شالت منه ومستنين له على غلطة تانية عشان يخربوا له البيت. وكل ده طلع من إيه؟ من حكاية قالتها الزوجة الصغيرة دي: يا بنتي مش تقفلي على بيتك وتسطري على جوزك وتحتمليه وتفكري كده بحكمة، النهاردة بيغلط بكرة يعتذر، ويا جوز الغلطة طلعت وانتي برضو مش بريئة قوي. ما في ستات يعني شاطرة في الاستفزاز. إذا حكمة المرأة تبني بيتها، لو هي إنسانة حكيمة تبني بيتها، مش عاوزة طرف ثالث، لأن عارفة أي طرف هيدخل مهما كان لا ممكن يلخبط الدنيا. تلاقي واحدة بقى لا ما تحكيش لمامتها، تحكي لجاراتها، دي أسوأ وأسوأ، لأن الجارات عقبال ما يحكوا الحكاية لبعض يكون الراجل مثلا قال لها كلمة ناشفة، آخر جارة تسمع الحكاية يستسمعها كأنه ضربها ولما عدمها. ما الحكايات كل واحد بيحط حتة من عنده كده برضو عشان تبقى الحكاية ليها طعم. فنفاجأ أنه الراجل سيرته وحشة، والقصة أبسط من كده كثير، لكن المبالغات دي ما هي من لسان دلسان دلسان، تلاقوا مصيبة بتحصل. طب لو هي طلعت الكلام بحساب ما كانش يحصل ده كله. حكمة أخرى للمرأة أنها تكون بتصرف على قد جوزها وعلى قد بيتها، مش بتصرف على قد المجتمع ولا الناس بتصرف ازاي. وفي طريقتين للصرف، في واحد بيصرف وعينيه بره راسه بيشوف الناس بتدفع في ايه يدفع زيهم. طب انت مالك بيهم؟ ما يمكن مرتبهم ضعف مرتبك، ما يمكن معاهم فلوس واخدينها وارسينها مش تعبانين فيها. انت تصرفي على قد بيتك واحتياجاتك وتحوشي حاجة صغيرة للأيام، ما فيش مانع،
مش ضد الإيمان، ولازم العشور وأكتر من العشور ناخد بركتها، وتبقي حاجة على قدك، لا بتطلبي طلب زيادة ولا بتحلمي بحلم ملوش معنى، لأن في الآخر هي يعني متى كان لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزلت في كل عمل صالح، دي الست الحكيم. إنما الحماقة بقى أنا عاوزة أشتري زي فلانة، زي فلانة دي حماقة، إيه علاقتك بيها وظروفك غير ظروف، وليه تبصي أساسا لوحدة تاني، ما تخليكي راضية بحالك، أو تبقى بتطلب طلبات مرهقة لجوزها. وطبعا في رجالة طيبين مش كلهم، إنما في رجالة طيبين يبقى عاوز يرضي مراته، بس الحقيقة بقى خلاص مش عارف يعيش لأن إرضائها شبه مستحيل، ما بيعجبهاش العجب، تبقى مش حكيمة. طبعا الزوجة الحكيمة جوزها يجيب رغيفين عيش تقول له سلم إيديك، أي حاجة جيبها تفرح بيه وتشجعه وتشكر على أي دور بيعمله، وتسمعه كلمتين حلوين مش كلمتين بايخين، فيبقى عاوز يرضيها أكتر. لكن في زوجة نكدية تبقى دايما مش عاجبها العجب، طبعا اللي مش عاجبها العجب هي أساسا بتفصل جوزها عنها نفسيا بالحماقة دي، بتهد بيتها. وخلي بالكوا ده مرض يتنقل للعيال، العيال لو شايفين أمهم مش راضية يطلعوا متذمرين، وممكن يطلعوا ما يحترموش والديهم، وممكن يطلعوا هم نفسهم طمعين لأنه شايفين طمع في البيت أو في الأم، وممكن يطلعوا غيورين يعني يبصوا لغيرهم لأن مامتهم بتعمل كده، فنلاقي بوظنا الدنيا لمجرد أن أنت ناقصك حكمة فبتهدي البيت. حكمة أخرى، حكمة المرأة أنها تفهم جوزها وتعرف احتياجاته وتريحه، وتبقى ما بتعنتش، لأنه في ستات يفتكروا العند شطارة أو أنها عندها فكرة يعني أنا ما حدش يمشيني، ساعات يبقى كبرياء. هو الزوج مش داخل خناقة أساسا عشان يمشيك، الزوج كان عاوز شريك حياة وعاوزين يعيشوا في سلام. إنما في ستات واخدينها معركة مستمر، مين صاحب القرار؟ صاحب القرار ربنا، والاثنين لو بيخضعوا لربنا مش هيبقى عندهم أزمة مين اللي بيقول كلمة ويمشيه، ما عندهمش الأزمة دي المفروض. لكن في ستات دايما بيفكروا أنا ما يمشيش كلامه عليه، طب اتجوزتي ليه؟ وممكن تبقى تركيبتها هي اللي جواها عند أو استقلالية بزيادة. طبعا دي قلة عقل، الزوجة لازم ترجع لجوزها ولازم تخضع ليه ولازم تريحه، وعلى فكرة في الحالة دي هو هيرضيها ويمشي وراها في حاجات كتير، ويبقى في احترام متبادل، وما فيش حد عايز بشعار البقاء للأقوى يعني، ما فيش الشعارات دي عندنا. حكمة المرأة تبني بيتها، حكمة المرأة تخليها ولادها أهم من نفسها، لأن في بعض الستات مش كتير نشكر الله في مجتمعنا تفضل شايفة روحها وعايشة لمزاجها ورغباتها وصحابها وطلباتها، والعيال يروحوا كنيسة ما يروحوش، يذاكروا ما يذاكروش. طب برضو دي فين المسؤولية؟ ده عيالك دول هم أهم وزنة بالنسبة لك، أكتر حاجة هتتسألي عليهم، طب مش تركزي فيهم؟ خلاص انت بقيتي زوجة وأم، دي حاجة كبيرة أوي، فخليكي حكيمة لأن دول اللي هتوقفي بيهم قدام ربنا. لو هي حكيمة تطلع عيالها أحسن منها وتطلعهم قديسين، وتبقى بصلواتها ودموع عينيها وتعبها وسهرها ومجهودها وحكاويها وصداقتها، وتعمل كل المجهود اللي ممكن تعمله عشان عيالها يطلعوا قديسين، فتبقى إنسانة حكيمة، ويبقى الراجل مرتاح أنه سايب زوجة أم عظيمة مركزة في تربية عيالها، بتزرع إيمان مظبوط، بتزرع أخلاق مظبوطة، كل دي حكمة. الأولويات حكمة. في واحدة بقى تقعد قدام التلفزيون بالذات في يومين زي كده وإيه، وتقعد تسيب نفسها بالخمس ست ساعات، طب والبيت والطبيخ والراجل اللي راجع من الشغل والعيال والكنيسة والاجتماع والخدمة وصلواتك وإنجيلك فين ده كله؟ بعد التمثيليات
طب بعد التمثيليه تبقى انسانه غير حكيمه طبعا، تبقى الحماقه تهد البيت، فتلاقوا برضو البيت ملخبط والعيال بتتلخبط. ليه؟ الاولويات راحت. اذا موضوع الحكمه ده موضوع متعدد الجوانب. الحكمه في ان احنا نحط حدود في العلاقات، مش كل واحد يقول لنا تعالوا نروح، مش كل زيارة نرضي الناس في طلباتهم ورغباتهم، في حاجات تليق وحاجات لا تليق. الحكمة لو هي بتشتغل تبقى عارفة حدودها مع زمايلها، مؤدبة مهذبة محتشمة ملتزمة، وعارفة تجري على بيتها عشان وراها طلبات في البيت وراها شغل في البيت، مش خلاصك منها بتشتغل برة بقت راجل زي جوزها. لا لا، هي ما زالت الزوجة والأم وراها مجهود كبير. طب واحدة هتقول طب أنا أجيب الحكمة دي كلها منين؟ ده الحكمة دي معناها كل الفضائل لو خدتوا بالكم، الخضوع والطاعة والتواضع والبساطة وضبط النفس والكلام. الحكمة تيجي بالصلاة وتيجي بالإنجيل. الإنسان اللي تحب الإنجيل وتقرأ كتير بتركيز، واللي تصلي كتير واللي تتكلم قليل، لازم تبقى حكيم. احنا بنسمي أمنا العذراء الحكيمة. طب العذراء ما كانتش بتقرا كتب علم نفس ولا كتب تربيه ولا، لكن امنا العذراء قديسه مليانه حكمه نازله من فوق، لان حياتها صلاه. علاقتها بربنا القويه مديها حكمه، تطلع الكلمه مظبوطه في وقتها. وتحترم جدا يوسف النجار بمثابه زوجها، وتبقى خاضعه لربنا وخاضعه للظروف وما عندهاش تذمر، ومجتهده مجتهده، ما هي بتريح روحها. حكمة المرأة تبني بيتها. طب ليه ما قالش حكمة الراجل تبني بيته؟ ما هو طبعا ضمنيا الراجل الحكيم يبني بيته، بس اللي قاعد في البيت أكتر، واللي في وش العيال أكتر، واللي يعرف يطفي غضب الراجل، واللي يعرف يسوق المركب من جوه، الست أكتر. فحكمة المرأة تبني بيتها. وعشان كده لما نلاقي بيت مخروب احتمال كبير تبقى المرأة غير حكيمة. مش لازم تبقى وحشة شريرة بالمعنى، بس ينقصها الحكمة. كم تصرف ما كانتش حكيمة فيهم لخبطوا الدنيا، لخبطوا الحكاية خالص. والحكمة تكتسب يا أحبائي. الحكمة لو من يعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له. النهاردة كنيستنا الكنيسة القبطية يعني أعلنت إعلان مهم، أن الكل مخطوبين مقدمين على الزواج لازم يحضروا دورات تثقيفية روحية عشان يعرفوا الواجبات والمسؤوليات اللي داخلين عليها، وما تبقاش الحكاية ايه يعني كده وخلاص، فسحة ورحلة وضحكة وشبكة وكلام بتاع الدنيا. لا، في أساس، الجواز ده أساس. فالحقيقة عاوز أقول لكم الدورات دي فيها ميزة جميلة. بعد كل دورة للمخطوبين في 3-4 مخطوبين بيفكوا. فالحقيقة ده من أكتر الثمار اللي بتريحنا، لأن هم لما سمعوا فهموا، ولما فهموا اكتشفوا أن هم الموضوع ما يمشيش كده كويس. إحنا ما بنزعلش من حاجة زي كده، يبقى المفاهيم صلحت دماغهم، اكتشفوا أنه مش هينفعوا مع بعض لأن طبعهم مختلفة، إن في تنازلات، إن المبادئ ضايعة، إن المسؤوليات واضح إن في طرف على الأقل مش منتبه ليها خالص كويس. وممكن واحد يبتدي مع الكلام يصلح في نفسه، بنت تكون متدلعة شوية تكتشف بقى إن الجواز مسؤولية، لازم تبقى جدعة شوية. واحدة تكون رغاية وبتحكي زيادة، تعرف إن الموضوع لازم يبقى بالعقل وتحط الحدود للسانها شوية. الراجل يفهم يعني ايه مسؤولياته، مش مجرد سلطة وتحكم. لا طبعا، دي مسؤولية، مسؤولية عن الزوجة وعن الأسرة بعد كده قدام ربنا قبل قدام الناس. حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. في حماقة مش يعني كثيرة في الدنيا للأسف، حماقة إن الست تشغلها 3 حاجات تجعلها حمقاء. تزعلوش من الصراحة دي. جسدها، زينتها الخارجية، منظرها، جمالها، أو كرامتها، أو الفلوس. 3 دول لو شغلوا دماغ أي امرأة تفقد الحكمة على طول. لو أي امرأة مشغولة قوي بجسمها وشكلها ومنظرها تبقى غير حكيمة.
لأنها فين بنت ربنا؟ فين الروح القدس اللي فيها؟ هي جمالها جواها، هي عارفة أن النهاية شوية تراب في الأول وفي الآخر. اتنين، لو كل اللي شغلها كرامتها، تصعب عليها كرامتها طول الوقت، برضو دي إنسانة غير حكيمة، دي بعيدة عن التواضع والاحتمال والصبر. ثلاثة، الفلوس. الست اللي تشغل نفسها بالفلوس تقع في قلق، تقع في خوف، تقع في طمع، وكل ده يتعب اللي حواليها كلهم، وتفقد أبديتها كمان. إنما يا بختها الزوجة اللي غلبت الثلاثة دول. الست المسيحية الجدعة، كرامة تحت رجليها، والجسديات تحت رجليها، والفلوس تحت رجليها. هما إيه اللي فوق راسها؟ ربنا وجوزها وعيالها، دول اللي فوق راسها، أو دول اللي قصاد عينيها، ده اللي شغلها. أبديتها وأبدية جوزها وعيالها، رسالتها في الحياة دي اللي شغلها. وعشان كده على طول تبقى وديعة، محتشمة، مهذبة، عارفة اللي وراها، ملتزمة بكل حاجة في حياتها، وتبقى تكسب الكل. قديس بطرس يقول لو كان الرجال متعبين يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. السيرة الحسنة بتاعت الزوجة بالذات، سيرة من غير كلام كده، سيرتها الحسنة دي تكسبها جزء مهما كان صعب، وحتى الناس المجتمع كله ينظر إليها باحترام لأن لها سيرة فاضلة. حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيده. السالك باستقامته يتقي الرب والمعوق طرقه يحتقر. السالك باستقامة يعني لا يكذب ولا يرائي ولا يغش ولا يلف ولا يدور، يتقي ربنا، يعني ربنا قصاد عينه. لأن التقوى الحقيقية مش الناس هتقول علي إيه، التقوى الحقيقية ربنا شايفني إزاي. المهم، لأنه الناس ممكن أضحك عليهم، طب وربنا؟ والناس ممكن أعمل حاجة من وراهم، طب وربنا؟ لا في حاجة من وراء ولا أقدر أضحك عليه. فالتقوى معناه أنك طول الوقت شايف ربنا باصص عليك، فما تقدرش حتى تسرح سرحان رديء أو تقول كلمة غير مستقيم. والمعوق طرقه يحتقره، يعني إيه؟ اللي بيعوج الطريق هو نفسه بينظر لربنا بعدم احترام، كأنه بيحتقر الله. يعني إيه؟ ربنا فين؟ ربنا ده هو مش في باله ربنا، فبيعوج طريقه وفاكر نفسه إيه؟ ضحك على ربنا. فاكرين حنانيا وسفيرة طريقهم معوج؟ هي ببساطة، هو أنتوا بتحتقروا ربنا؟ هو أنتوا فاكرين ربنا ما بيعرفش الأسرار؟ هو أنتوا نسيتوا أن ربنا فاحص القلوب؟ استقلتوا بربنا؟ هو ربنا ده إنسان يضحك عليه مثلا؟ فعشان كده كان عقابهم شديد، عشان تبقى درس للأجيال. إياك تعوج طريقك وكأنك تحتقر الرب. في فم الجاهل قضيب لكبريائه. الجاهل تعرفه من لغته، مش انه ما بيقولش كلام موزون، يعني من كبريائه، انه بيتكلم عن نفسه كتير، بيفتخر بانجازاته كتير، شايف روحه كتير، اهو ده جاهل على طول. جاهل ليه؟ لانه ناسي انه هيموت، زي الغني الغبي اللي حكى عنه المسيح: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، كلي يا نفسي واشربي وافرحي واستريحي. قال له يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. فم الجاهل قضيب لكبريائه، يعني هو بيطلع الكبرياء كده، الكبرياء بيطلع على اللسان. المتواضع يطلع في كلامه بصدق، يعني يقدر يشكي نفسه فعلا، يرى الناس أفضل منه، يعرف يمدح الناس بس ما يعرفش يمدح نفسه لأنه متواضع القلب. والعكس، المتكبر ما يعرفش يمدح الناس أبدا، يعرف يمدح نفسه بس، يجمل الصورة زيادة، يبالغ طبعا، ويتكلم كأنه ما بيموتش، وكأنه ما بيتغلبش، وكأنه ما بيفشلش، وهو قمة الفشل. في فم الجاهل قضيب لكبريائه. أما شفاه الحكماء فتحفظهم، شفتين الحكيم تحفظه، لأنه بيطلع كلمة محسوبة. ده بيرجعنا للحكمة بتاعت المرأة اللي بتبني بيتها. لسانك مهم جدا، يفرق تمام في علاقتك بجوزك وعيالك وكل الناس. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، حكمة جميلة دي. وكثرة الغلة، الغلة بقوة الصور، بتوع تربية المواشي فاهمين الآية دي كويس أوي.
لو لقيت المزرعة ما فيهاش بقر تفتح المخزن ما تلاقيش علف، هيجيبوا العلف ليه بدل ما فيش بقر؟ وكمان البقر لما يشتغل والأرض تطلع علف، يعني الحكاية إيه؟ بتوصل لبعضها، ده بيوصل لده وده بيوصل لده. والعكس، كثرة الغلة بقوة التور، يعني التور بيحرط الأرض ويشتغل كويس قوي، فتطلع غلة كتيرة قوي تقوم تغذي الحيوانات، والحيوانات تشتغل في الأرض، والأرض تجيب خير، والخير يروح للحيوانات. يعني الشيء لزوم الشيء يسموه. بمعنى إيه؟ شوف الغلطة فين عشان تصلح موقفك. وكل ده مرتبط بحكمة الفلاح اللي بيربي، أو المهندس الزراعي، يعني مع احترامنا للكل، الشخص المدبر بيبقى شايف إن ده ضروري لده، فما ينفعش يجيب بقر وما يأكلهمش كويس، يبقى هيموتوا. وفي نفس الوقت عشان الطور يشتغل كويس لازم يأكل كويس، ولما يشتغل كويس هيجيب أكل من الأرض، الأرض هتطلع غلة والغلة هتغذيه، ويبقى الحكاية موصلة لبعض. ده معناه أحبائي الغذاء مهم لأي كائن حي. طب بعيدا عن موضوع البقر والغلة والعلف، برضو الكنيسة هبص لها كده كأنها بتربي عيال. لما يكون الاجتماع أو الخدمة عموما بتغذي ناسها، تلاقي إيه؟ تلاقي في عدد كبير، لكن تلاقي في مناطق تانية مفيش حاجة بتتقدم، فتلاقي الناس انصرفت وبعدت عن ربنا. النهاردة باسم الصليب أغلب الكنائس نشيطة، وتلاقوا نهضات، وتلاقوا اجتماعات، وتلاقوا، فتلاقي حتى اللي بعد أو ما كانش له في ربنا ابتدى يجي. ليه؟ أصل في غلة، في علف، ده مؤاخذة في التشبيه يعني، لكن في الآخر بناكل، واحنا بناكل اهو، فضلنا ناكل يبقى نيجي ناكل اكله كويسه، لكن لو ما كانش في اكل هنيجي ليه؟ فالواحد يبص لها من الناحيه العمليه ومن الناحيه الروحيه. تقول حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثره الغله بقوه الطور. فانت لو ما لقيتش البقر اللي هو المنتج النهائي، تعرف انه غالبا المعلف فارغ، لأن المنتج النهائي ده مرتبط بأول خطوة، بدل أول خطوة ما اتعملتش صح، يبقى طبيعي في الآخر مش هتلاقي النتيجة اللي انت عاوزها. الشاهد الأمين لن يكذب، والشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب. الشاهد في العهد القديم دي كانت خطيرة أوي، تعرفين كان زمان ولغاية دلوقتي في التحقيق والقضاء والكلام ده في موضوع الشاهد، وكان على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة، دي شريعة موسى. يعني لو واحد اتبلى على واحد وقال ده مثلا سرق ولا قتل، ما ينفعش واحد بس اللي يكلم، لازم اتنين يكونوا شهدوا. بس دي كانت بتفتح فرصة لحاجة اسمها ايه؟ شهادة الزور. وعشان كده كان عقاب شهادة الزور ان الحكم اللي كان هيروح على المتهم يرجع عليه. شهادة الزور كانت توصل للموت، لأن لو الناس شهدت بالزور على شخص يستحق الموت، عقاب الموت يرجع عليه. فكانت الشريعة جديدة هنا، لأنه في واحد يقول لك ما شهادة الزور دي كذبة، يعني بس الكذبة كانت ممكن توصل الإنسان للموت، يبقى نفس العقاب ده يرتد على المخطئ. طبعا أشهر شخص في التاريخ تعرض لشهادة الزور ربنا يسوع له المجد، ليلة محاكمته إيه؟ جم شهود زور متفقين مع بعض يشهدوا انه كسر السبت، انه قال هيعمل ثوره ويهد الهيكل، وبعدين تعبير الكتاب يقول لك لم تتفق شهادته. يعني ايه؟ عارفين لما يتكلموا مع بعض كده اي واحد عاقل يقول الشهاده مش متفقه، يعني ايه؟ واضح ان هم بيكذبوا، بتبان. زي في حادثه سوسنة، لو تعرفوا واحده اسمها سوسنة في تتمه سفر دانيال، قصه جميله في حياه دانيال النبي. سوسنة إنسانة فاضلة وزوجة، لكن كانت جميلة وغنية، فاشتاها اتنين من شيوخ اليهود اللي الناس ما تقربش منهم، كبار في السن وشيوخ يهود، واتفقوا يشهدوا عليها زور عشان ما رديتش تهودهم وتغلط معهم. فطبعا اتنين شهود، وإيه صعب إنك تتشك فيهم. دانيال وقف بمنتهى الجرأة وقال لهم أنا بريء من دمها لو هتعملوا حاجة. فطبعا لخبط الدنيا، ايه ده الصوت ده؟ وازاي يتجاسر ويتهم الشيوخ بكده؟ قال لهم بصوا افصلوهم عن بعض وادوني فرصه،
لما فصلوهم عن بعض بدأ يسألهم أسئلة توقعهم. هو أنت شفتها بتعمل حاجة وحشة فين بالظبط؟ تعال وريني تحت أنهي شجرة. واحد قال شجرة شرق والتاني قال شجرة غرب، فبان إن هم مؤلفين القصة، وبانت إنها شهادة زور، واستحقوا هم الموت بدل سوسن. فعموما شهادة الزور شهادة سيئة جدا. إياكوا والكذب يا أحبائي، اللي بيكذب ممكن الكذب يدور ويرجع يخبط فيه تاني. أصعب قصة بحسها في الكتاب المقدس عن خطورة الكذب قصة كذب يعقوب على إسحاق، ثم قصة كذب أولاد يعقوب على يعقوب. يعقوب كذب على أبونا إسحاق، على أبوه، ولبس لبس أخوه وحب ياخد حاجة مش بتاعته. دارت الأيام وعيال يعقوب راحوا قالوا له إيه؟ شوف الهدوم دي بتاعت مين؟ دي الزبرد وموضوع فيه هدوم يعني. وبكى على يوسف واتقهر بكى لما اتعمى، وقعد 20 سنة عاوز يموت وفاكر إن يوسف مات بكذبة. أكيد أبونا يعقوب ده كره الكذب تماما. لما تكذب عليه كذبة صعبة زي كده وبهدلته نفسيا، أكيد قال مليون مرة يا ريتني ما كذبت على أبويا. احذروا من الكذب. شهادة الزور دي كذب، إنك تقول كلمة على بني آدم أو واحد يساعد يعني يشجعك تقول حاجة أنت ما شفتهاش، هتتكلم ليه؟ بأي حق تتكلم على إنسان؟ أنت تعرف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ أقول لكم حاجة بقى، نظام شير اليومين دول إن واحد يجي له معلومات ويشيرها، دي ممكن تبقى شهادة زور. لأنك أنت تعرف اللي أنت شفته ده بعينيك، حضرت الموقف، طب على أي أساس بتشير الكلام؟ شير يعني تبعته لغيره. دي بقت موضة ولعبة كل الناس تقعد تلعبها طول النهار، ده دي ممكن تبقى شهادة زور. دي ممكن تأذي سمعة شخص يطلع بريء من كل التهم دي كلها. والناس بتتناقل الكلام بدون أي دراسة. يبقى الإنسان الحكيم ما يشيرش أي كلام خالص. ما فيش مانع يبعت وعظة، يبعت آية، يبعت كلمة روحية تبقى حاجة مفيدة. لكن معلومة هو مش متأكد منها أو واقعة هو ما احضرهاش، على أي أساس بتبعتها للناس؟ يقول لك بيقولوا، مين اللي بيقولوا؟ بيقولوا إيه أساسا؟ ما هو دي بتضيع الدنيا في الآخر. فبيقول هنا الشاهد الأمين لن يكذب، والشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب. ربنا يحمينا من شهادة الزور. لإلهنا كل مجد وكرامة.